اهلا بيكم من جديد في حديث القاهره. رغم ان الكلام ممكن يكون موجع في فقره زي دي، وطبعا هنستقبل فيها كل تليفوناتكم وكل قصصكم وحكاياتكم، نتشارك مع بعض نشوف نقدر نوصل ازاي واحنا بنهون على بعض ان احنا نتكيف مع الحياه ونتقبلها. فكره الموت في حد ذاتها عارفينها بشكل عام، بتواجهنا كل يوم، لكن لما يبقى في وباء ومرض اكيد بنواجهها بشكل اصعب، لان بيبقى الموضوع فجائي. ازاي ممكن نشوف الموت من مكان مختلف، وازاي ممكن نتعامل مع ده زي ما قال خيري قبل الفاصل بشكل تاني يمكن يهون بيه على بعض اللي بنعيشه. ده اللي بنطرحه من خلال فقرتنا دي، ألم الفقد ازاي هنتعامل معاه. وهنسمع كل قصصكم زي ما اتفقنا على ارقام التليفونات اللي موجوده معاكم على الشاشه. وخلينا نرحب بضيوفنا اللي هيشاركونا بافكارهم ويمكن رؤاهم اللي هتنور لنا حاجات كتير. معانا طبعا الاستاذ الدكتور حسن حماد، استاذ الفلسفه وعلم الجمال بجامعه الزقازيق. كل الشكر لوجودك معانا، وسعدة جدا ان انت يعني نورتنا هنا النهارده، مسافه طويله اكيد. منورنا. معانا كمان الدكتوره الاستاذه الدكتوره منال عمر، استاذه الطب النفسي بجامعه عين شمس. منورنا جدا يا دكتوره منال. اهلا وسهلا بحضراتكم، منورنا جدا. اهلا بيك. خلينا ابتدي من عندك يا دكتور حسن عشان انت حضرتك توصف لنا وبعدين الدكتوره تعالجنا. الموت هو الحقيقه تقريبا المعلنه الوحيده التي يولد الانسان ثم يصطدم بها. انت ميت، انك لميت، وانهم لميتون. ومع ذلك بنتفاجئ وبنصاب بالفقد والوحدة والخوف. إيه هو الموت؟ ما هذا اللغز الذي نعرفه ونوقن أنه حقيقة ومع ذلك نخاف منه؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى الأستاذة الجميلة، وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وسعيد بوجودي مع معالي الدكتورة. أنا الأسعد فندم، أنا الأسعد، شرفت. هو طبعا الموت إحنا يعني بيولد مع الإنسان، بمعنى ان كل لحظة بتمضي من حياة الانسان هي موت، وده مش تشاؤم ولا حاجة، ده واقع يعني. بمعنى انه الانسان يعني كل ما يكبر بيقرب، كل ما بيكبر بيقرب يعني، ببساطة شديدة جدا. وبالتالي الموت بيرتبط بالزمن، بيرتبط بدوران الكواكب وبحركة الكون والوجود، وهي مسألة لا تخص الانسان وحده يعني. كل الكائنات، ورقة الشجر اللي بتتساقط من على الشجرة زي ما قال صلاح جاهين، مش عارف يقول لك ضعيفة ومفتتة، أيوة خد بالك، دي بتموت. الكواكب اللي بتتساقط احنا مش بنشوفها بالعين المجردة، لكن هذا الكون الهائل العظيم تتساقط فيه الكواكب مثلما تتساقط أوراق الشجر. الكائنات الدنيا والدقيقة زي النمل والصراصير والحشرات والحيوانات كلها يعني، هذا القانون هو قانون الوجود يعني. يعني مسألة أن كل كائن على هذه الأرض، سواء الجمادات أو الكائنات النباتية أو الكائنات الحية الحيوانية أو الإنسان، كلها بتخضع لهذا القانون اللي هو قانون التناهي. تظل المشكلة هي خاصة بالإنسان. ليه بقى؟ لأن الإنسان يمتلك الوعي، والوعي شقاء، الإنسان شقي بوعيه، وكل ما ارتفع إحساسه بهذا الوعي، كلما ازداد الوعي لدى الإنسان، كلما ازدادت معاناته وإحساسه بالشقاء. فقضية الموت هي قضية وعي. لكن يعني المفارقات الغريبة إنه إحنا دائما ما نهرب من مواجهة هذه الحقيقة. نعم. ليه؟ لا، هو لأسباب طبعا هنقولها يعني. ودائما ما نتصور ان الاخر هو الذي يموت. ولما نبقى ماشيين مثلا في جنازه او نشوف خبر نقول البقاء لله او خلص تعزينا او اي حاجه، نبقى متاثرين جدا ونبقى لا يعني ونرجع، وكان دي قضيه ما تخصنيش دلوقتي يعني. حتى لو انا عمري 80 سنه ما تخصنيش دلوقتي. فدائما، وده الامل يعني، ده الامل اللي بيربط الخيط الواهي ده، ان لسه قدامي شويه، انه لسه في ارتباط بالوجود والحياه، بدليل انه برغم كل هذا الهلع اللي موجود دلوقتي في حياتنا، الا اننا بنمارس حياتنا. وانا جاي من الزقازيق والدكتوره جايه من مصر الجديده علشان نسجل ونتكلم عن الازمه اللي احنا بنعانيها. فده في حد ذاته هو محاوله لل، مش عايز اقول الهروب يعني، لكن لتجاوز فكره الموت. انت شخصيا يا دكتور وانا استاذ فلسفه وعلم الجمال، بتخاف؟ بتقلق من الموت؟ حاسه؟ بتفكر فيه؟ اكيد طبعا.
اكيد لسه ولا لسه كنت بقول للدكتوره واحنا قاعدين بقول لها يعني يعني قولي لي على حل. يعني انا احيانا تجي لي لحظه مش على طول يعني لحظه معينه ان انا اقول يعني طب وبعدين يعني انا عندي مكتبه كبيره طب مكتبتي دي بعد ما اموت مين هيهتم بيها؟ هل هتتباع بالكيلو زي ما بيحدث في بعض المكتبات؟ اي يعني انت قلق على قلق على الاشياء وليس على نفسك. انا مفتون بالحياه وبحب الحياه جدا ولذلك بخاف من ان انا اسيب هذه الحياه. لكن مع ذلك طب بتبص للكورونا ازاي؟ انا هقول لحضرتك على حاجه. انا يعني حل المساله عندي انه احنا الفلسفه علمتنا ده يعني ان الوجود او العالم الانساني هو بطبيعته عالم تراجيدي. تراجيدي يعني مأساوي. والمأساة دي لما يعني هي جزء من حياتنا يعني بمعنى انه ما لم نفارق هؤلاء الاحباء او الاحباب بالكورونا سنفارقهم باي امراض اخرى يعني مش لازم مرض خالص يعني مش محتاجين مرض يعني عشان نموت يعني الموت موجود. هو طبعا دلوقتي اصبح ان احنا بنواجه شبح الموت بصوره دائمه هي دي المشكله. لكن هو الموت موجود في حياتنا ما تقدرش تتخلص منه. هو جسد شويه كورونا جسدته قوي. فهو انا من وجهه نظري الفلسفيه انه المساله تحتاج لقدر من اللامبالاه انك لازم تبقى لا مبالي تجاه هذه المساله وتمضي في حياتك بطريقه يعني تتجاوز فيها القلق. لان هي الفكره في ايه؟ الفكره في انه يعني خطوره الموت ان ياتي مفاجئا او مباغتا. هي دي القضيه. طب بعد شويه حبيبتي يعني لحد كيف يكون لا مبالي. وبعدين فكره اذا امرت ان تطاع فامر بما هو مستطاع وخصوصا لما يكون يعني الحديد سخن بيبقى صعب. لا وربما لا مبالي تصلح معي انا هموت مموت. لكن لا مبالي عندما تصيب الاخر او القريب مني صعب ويحصل لي بقى الحاجات النفسيه اللي هو هقول لحضرتك على حاجه. هو يعني مش عايز اقول قدر من التشاؤم لكن قدر من يعني على 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 طريقه الروايه اللي كانت مكتوبه المتشائل. ايوه ان واحد اسمه سعيد ابو النحس المتشائل كاتبها اظن ايميل حبيبي الفلسطيني. أيوه. يعني فيقول لك انا بحمد ربنا الصبح ان انا قمت وان ربنا ما قبضش روحي يعني وبنام وببقى خايف انه ربنا يقبض روحي واموت واخد بالك. فهو لك انا لا متفائل ولا متشائل. فاعتقد يعني انه هذه المرحله تحتاج منا ان نكون كمان قال وفي قال الموت لا يؤلم الموتى ولكن يؤلم الاحياء. لا وفي قصيده برضو لمحمود درويش اسمها بقايا حياه ادعوكم يعني جميعا لسماعها بعد البرنامج. هو بيتصور ان قالوا له انك هتموت بعد نص ساعه فبيقسم النص ساعة دي لكذا فعل إيجابي يعني فبيلبس يعني قميص أزرق زي ده كده يعني جديد طبعا بالنسبة له وبيقول إن أنا يعني وضعت كأسين من النبيذ فوق الطاولة انتظارا لقادم قد يأتي يعني وجلست أكتب قصيدة وبعدين مزقت هذه القصيدة ورمتها في انتظار هذه اللحظة يعني اللي هي القادمة يعني. نعم. فهو بيبين ازاي في نص ساعة انك ممكن تعمل حاجات كثيرة جدا يعني وده اللي مطلوب يعني ازاي ان احنا صحيح. نستثمر كل لحظة في حياتنا صحيح وكأنها اللحظة الأخيرة. صحيح. طب ده حجبنا للدكتورة منال. دكتورة منال فكرة تقبل المجهول او ان في شيء انا رايح له مش عارفه دي بتبقى صعبة قوي. ده بالنسبة لي انا. تخيلي بقى لما يكون في شخص انا مرتبطة بيه جدا بيروح وانا مش عارفه هو بيروح ليه او بيروح فين وان انا مدركه ان انا مش هقدر الاقيه تاني بيبقى تاثيره النفسي صعب جدا على الناس. بس بيختلف من شخص لاخر وبيختلف من مرحله عمريه للاخر. خليني اقول حاجه قريتها ما كنتش متصوره ان الموضوع يعني ممكن يكون واخد سيستم كده يعني لما بما اني بحضر يعني علشان بذاكر حاول اقول يعني حاجه فلقيت انه في تاريخ القصه دي هما الشابتر اسمه Death Dying Bereavement يعني الموت بموت الاسى يعني فقد الاحبه يعني او فقد الاعزاء او اللي احنا مرتبطين بيهم. فالعجيب انه من الستينات وقرر الاسوسيشنز او الجمعيات منظمات ايوه اللي ليها علاقه بالطب النفسي تحديدا ان هي يبقى ليها دور كبير في الاوقات اللي بيبقى فيها فقد متكرر عام
يعني زي حالة كورونا كده أو زي حالة الكوفيد. الغريب لا تصوري بتدوها إمتى؟ لما موجة الإيدز اللي احنا ما حسيناش بيها والحمد لله، لكن دي كانت واضح إنها بتقاومهم جامد يعني أو بتتحداهم جامد. يعني دول ناس مرضى قاعدين في المستشفيات وعارفين إن هم بيموتوا بعد منتظرين الموت بالظبط. على حسب بقى ما يكون يعني جالهم الإيدز ليه يعني، وبعدين بعديها الكانسر برضو احنا شفنا ده متأخرا. هم بقى من الستينات وهم كان عندهم الأماكن الكبيرة اللي فيها يعني مليانة، احنا شفنا انها مليانة دي وان احنا عندنا كانسر مؤخرا يعني. فعملوا بقى أسوسيشنز كبيرة وابتدوا يكلموا يعني على انه مفروض ان احنا نبقى مخليين بالنا من ثلاثة، الشخص نفسه البيشنت يعني المريض نفسه اللي جوه المستشفى الحالة واهله والاطباء او الاطباء اللي حواليه المحيطين، لانه ما تقدرش يعني تكمل انك كل يوم بعد علاقتك بمريض يقعد معاك اسبوع اتنين شهر اتنين تلاتة، لان دي حاجه يعني بيحصل ارتباط وبيبقى عندك دايما امل كبير انك انت زي ما يكون بتتنازع يعني انت بتشد الناحيه دي وفي حاجه تانية بتقاومك بتشد الناحيه الثانيه، حد اكبر واقوى حد اكبر واقوى. فهنا لقوا انه احساس الاطباء بالذنب كأنه هو يقعد يدور ايه اللي انا كان ممكن اعمله ما عملتوش، ايه اللي كان المفروض اعمله تاني وقصرت فيه، وكأن يعني هو المفروض انه مسيطر. فطبعا يعني الجلسات النفسيه اللي للمجموعه الطبيه ان هم يعني كاننا بنرجع نقول لنفسنا تاني انت مهما تكون صاحب هذا العلم يعني انت عمرك ما هتكون مسيطر فيه، وانك لابد انك تقبل ان انت صغير صغير جدا يعني. ما انتش قوه مضاده بالظبط، ما انتش قوه مضاده تقريبا. وده نفسه بيتطبق على الحالات الوضع الحالي للكورونا يعني احنا شفنا دلوقتي بالوضع الحالي بتيجي نقيسه عليه. هنا بقى المفروض انه البيشنت المريض اللي جوه المستشفى كل ما كان زي ما الدكتور حسن يعني كان بيقول انه كل ما كان عنده امل في الحياه وارتباطه بالحياه، يعني هي الفكره انه الامل بيجي منين؟ من ارتباطك بالحياه وكانك لسه بتعمل شيء. فلو هو بيتخش له التليفون ومش ايزوليتد يعني مش منعزل دي همه كبيره في انه هو ما زال مرتبط، يعني كانه بيكلم الناس بيقول لهم اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، مش كانه انفصل عن اعماله او عن اشغاله. لو هو ليه حاجه بيعملها يعني ويرجع لو قادر على قد ما هم قادرين يطلعوا منه هذا الكلام ويقدر يعني يقول كلمتين يعني او حاجه هيكون حاجه هايله. الفكره انه برضو في الاحوال الشديده بيبقى الزيارات ممنوعه، لكن التليفون لو كان بس هيبقى شيء. كده بتكلمينا عن محاوله مساعده المريض لكن خلينا نروح هذا المريض للدائره الثانيه. كتب الله له الرحيل اللي حواليه اللي ما عرفوش يلمسوه دول التلتين بقى اللي ما عرفوش يدفنوه اللي ما عرفوش يلمسوه هو ميت فبيحسوا احساس المريض الطبيب انهم مقصرين وكانوا خايفين وكانوا ممنوعين. ده نعمل فيه ايه؟ ده خرج مريض ومتضايق ومتألم ومش قادر ينسى. ده عندكم في الطب النفسي نتعامل معاه ازاي؟ نقول لهم ايه للسادة اللي بيشوفونا؟ طيب هذا بقى البريفمنت اللي هو الاسى، الاسى بقى للناس اللي فقدوا يعني. ف يعني بيقول لك انه الفيونرال او يعني الوقت بتاع التعازي وبتاع الدفن تحديدا يعني هي دي اللي حاطينها كانها في التايتل الكبير. وانه اللحظه دي لابد انها تكون لحظه يجتمع فيها مسمينها الكوميونيكيشن الكوميونتي اكسبريشن سورو، يعني تعبير الحزن المجتمعي. يعني لابد انه المجتمع ما يترددش انه يدعم شخص هو في الموقف ده اللي هو زي العادي اللي احنا بنعمله، لكن في حاجات معطلانه فيا ريت نتجاوزها. يعني لو حد خايف يروح ويعمل تباعد، لو حد خايف يكلم في التليفون ضروري، لو حد خايف يعني نشوف طرق مهمه. انت بتتكلمي برضو على الدعم النفسي لكن انا بتكلم عن الحاله نفسها اللي هو الشخص. انا ابن، انا اب، طيب انا زوج، انا حفيد. اوكي هقول لك على حسب إيه بقى السن. وحد غالي عليا مات وانا ما عرفتش حتى ادخله الاوضه، ما عرفتش المسه، ما عرفتش اغسله. طب كان قايل لي بقى غسلني لما اموت ادخل عليا يا ابني وما عرفتش. ده هيعمل لي ازمه. الاسى
الأسى شكل من أشكال الحزن اللي ما نقدرش نقول عليه اكتئاب، ما تقدرش تشخصه كده إلا بعد ما يطول معاك الأسى إلى سنتين. بعد السنتين نقدر نقول هنا إن دخل هنا في اكتئاب، دخل في اكتئاب. أو إنه الأسى ممكن يكون دخلك في اكتئاب، وده 50% من الناس في السنة الأولى على فكرة ممكن يحصل لهم كده لولا المقاومات اللي ممكن تحصل. لو هو تعطل عن أعماله، يعني لو الحزن أثر على أكله ونومه وأعماله، يعني مش عارف أداؤه الحياة كده، يبقى خلاص طلع بره الأسى. لكن أنت تستطيع أن تحزن لمدة عامين من الحزن النبيل يعني. فيعني ما من غير ما تبقى قلقان. دكتورة منال، دكتورة منال، ما نشوف، ما نشوف الحياة. لا مش هتعرف تخشش في ده يا خالد. انت يعني الجريف يعني شيء موجود، والا ده شيء مخيف انك يبقى ليتنت جريف، يعني بيسموها الاسى المتاخر. دي اشكاليه صح، وممكن يعني يبقى اضرارها اكبر بكثير جدا من الحياه. خلينا نشوف على ارض الواقع ازاي المأساة ممكن تبقى صعبه على حد ارتبط جدا جدا باهله وعاش معاهم وفي الاخر انتقل تماما لانه يكون موجود معاهم وفقدهم ورا بعض. يعني معانا هايدي سامح، مخرجه هدي سامح، مخرجه في التلفزيون المصري. للاسف حكايه يعني صعبه علينا نسمعها احسن، واحنا بنقول لها ازيك والبقاء لله. هدي اهلا بيكي معانا في حديث القاهره. اهلا بيك يا استاذه كريمه، اهلا بيك استاذ خيري، واهلا بالدكتور حسن ودكتورة منال. اهلا وسهلا بيك. لك حكايه مؤلمه واكيد لك تجربه ملهمه تقدري نساعد بيها الاخرين، ممكن تحكيها لنا؟ هو انا الحقيقه تجربتي تعتبر بالنسبه لناس كتير ممكن تكون اقل تجربه، لانه انا فقدت والدي ووالدتي في خلال اسبوع في نفس اليوم في نفس الساعة، وكأنهم اختاروا ان هم يبقوا مع بعض في الدنيا وفي الآخرة. انا كان والدي كان دكتور سامح جاد نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ووالدتي مدام عواطف وهدان مدير عام وزارة الآثار هيئة الآثار. انا كان والدي كان داخل بعملية قلب عادية جدا وما كانش فيه اي مشاكل، ونقلناه عمل العملية والحمد لله نجحت. وبعد كده نقلناه احدى المستشفيات الخاصه اللي بتدعي ان هي خاليه من حالات كورونا، بس الواقع بيقول في مصر ان ما فيش اي مستشفى خاليه من فيروس كورونا. ممكن يبقى في مستشفيات خاليه من حالات العزل، لكن الفيروس موجود في كل حته، في الشارع وفي كل مكان، مش المستشفى بس. دكتوره هاله كانت قالت في مؤتمر من المؤتمرات يا جماعه ما حدش يروح مستشفى الا لما يكون خلاص على اخره، لكن للاسف احنا برضو عن ما الوعي المصري مش زي ما احنا متخيلين. الوعي المصري في شويه اهمال في الاجراءات الاحترازيه في التعامل مع الحالات، بتكلم على الشعب مش الدكاتره، الدكاتره الله يكون في عونهم. يعني اللي حصل ان انا والدي لقط الفيروس من المستشفى وتدهورت حالته، دخلنا على مرحله تنفس صناعي، والحقيقه المستشفى طلبت مني عشان هي مش مستشفى متخصصه في حالات العزل الكورونا ان انا انقله مستشفى عزل، فنقلته. كان في نفس الوقت والدتي كان ظهر عليها الاعراض، والفكره بقى في هنا انه انا والدتي كانت داخله على رجلها كويسه جدا وبتكلمني زي انا بكلمكم كويس جدا، بس الاكسجين 77%. الفيروس ده مجهول صامت، يعني الدكاتره لما كانوا بيكلمونا يقولوا لنا انتم مش عارفين احنا بنتعامل مع ايه، احنا مش عارفين له كتالوج، مش قادرين نحكم هو الفيروس ده اوله واخره. يعني انا ممكن ابقى عارف الكانسر اقدر اتعامل معاه ازاي، بس ده مجهول صامت. ممكن نبقى قاعدين في وسط ما احنا قاعدين كده زي مع بعض والاكسجين فجاه يكون قليل، ففجاه افقد البني ادم وبعد كده اكتشف ان هو كان عنده كورونا. والدي الحقيقه ما كملش على اجازه التنفس الصناعي 3 ايام، توفى. الله يرحمه. وكانت الفكره ان انا ازاي والدتي برضو ما نعرفهاش زي حاله دنيا وامي فاستاذ سمير غانم ودلال عبد العزيز، ان انا والدتي ما تعرفش ان والدي توفى. لكن هو القدر قال انه قضاء ربنا ان مامتي تتحط على التنفس الصناعي برضو. بس زي ما كانت الدكتوره منال بتتكلم بتقول ان الدعم والهمه للمريض والتعامل في التليفون، فانا كان عندي لحد اخر وقت امل ان هي ممكن تعيش، فبعت لها فويس نوت عن طريق الممرضه عشان تسمعه لها، رغم ان ما فيش اي حاجه علميه بتقول ان ممكن مريض التنفس الصناعي يكون حاسس بالحاله او حاسس اللي بيتقال يعني جنبه، بس انا كان عندي اعتقاد ان الارواح نعم ممكن تسمعك. انا متاكده انها سمعتني ومتاكده انها في الاخر اختارت انها تكون مع بابا.
هو طبعا انا مقتنعه تماما، طبعا هو الم الفقد كان مفاجئ زي ما دكتور حسن بيقول انه فجاه ان الموت يجي فياخد حد منك وانت غير متوقع. بس نيجي نفتكر الايه اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طبعا احنا الفقد، الم الفقد بالنسبه لنا وبالنسبه لاخواتي احنا بنقر حاجه هي اسمها فاليديت فيلينج، انه ده حزن وطبيعي ان احنا نحزن، ولنا في رسول الله اسوه حسنه لما حزن على السيده خديجه وعلى اولاده. لكن هي الموضوع مش سهل، وحياتك زي ما بتقول انه فجاه زي ما استاذه كريمه بتقول بتبقي عايشه حياتك كلها معاهم، لا تدركي ان هم كبروا، لا لازم تدركي ان انت اللي كبرتي، وانه الدنيا بتتغير، وانه مفيش حد مخلد، وانه بيبقى في الاخر اللي بيصبر البني ادم على الم الفقد السيره الحسنه، المعامله الطيبه. بيألمك زي ما دكتور، زي ما استاذ خيري بيقول انه انت تيجي في الاخر مش عارف تحضن اللي انت فقدته ولا قادر تطبطب عليه. والاصعب يا استاذ خيري زي ما حضرتك بتقول انه انا ابقى في الجنازه والناس كلها نفسها تحضني او تطبطب عليا ومش قادرين، عشان كلنا خايفين انه كلنا نعدي حد سواء احنا او اي حد تاني. فدي المؤلمه، انك تبقى قادر شايف عمك او خالتك واقفين قصادك وانت مش قادر تحضنهم عشان خايف عليهم وهم كمان خايفين عليك. استاذه هدي، مين اكتر حد في اخواتك كان اضعف، كان الفقد بالنسبه له اكثر الما او اكثر انعكس الفقد عليه اكثر؟ انا هكون انانيه شويه واقول انا، لان انا كنت عايشه معاهم بقالي 14 سنه مع ابني بعد انفصالي. يليها اختي، لان انا اختي للاسف ما عرفتش تحضر جنازه والدتي، لان هي فوجئت قبل موت والدتي بثلاث ايام ان ابنها عنده كورونا 8 سنين. واللي برضو يعني يقول خطوره الوضع اللي احنا فيه ان الولد طلع بوزيتيف ولحد ما تعافى وبقى نيجاتيف ما ظهرش عليه عرض واحد. وحياتك بتتكلم في ان احنا معانا مجهول صامت. صحيح. احنا ممكن اكون شايله الفيروس وانا بعدي وانا معليش اي اعراض. يليها اخويا، لان هو الحقيقه اللي خد الصدمه في المرتين، ان المستشفى تتصل بيه فتقول له والدك وبعد كده تقول له والدتك. بس بيجي دايما في المحنه بيجي رحمه ربنا، يعني لطف ربنا ان انا يجي لي ميعاد التطعيم بعد وفاه والدتي باربع ايام، فهي كانت موصياني ان انا اروح اعمل تحليل انتي بوديز، فاكتشف ان انا كان عندي اصابه سابقه واصابه حاليه نتيجه مخاطرتي ليها. والاصابه السابقه حميتني من ان انا اتعدي وانا مخالطه ليهم، فرحمه ربنا ولطف ربنا ما يبقاش موت. اذا انت استطعتي ان تتعاملي مع الازمه، يعني هي ازمه كبيره لكن انت قدرتي تتخطيها بوعيك بايمانك. انا طبعا الحمد لله طبعا في وعي وفي ايمان وفي ثبات وفي صبر، بس حتى بتيجي عليك لحظات طبيعي البني ادم ان هو بيحزن فيها، وانا في دي زي ما دكتوره منال قالت الواحد يعني ممكن ياخد سنتين، فوق السنتين ممكن يبقى فيها مشكله. بس انا حاليا كلنا واخدين انا واخواتي وحتى اللي حوالينا انه بنقر بمشاعرنا، فاليديت فيلينج، انه ده حزن هيتبقى. ودايما بفتكر حزن سيدنا محمد على زوجته السيده خديجه وعلى اولاده. بشكرك جدا يا هدي. الصحابه على الرسول نفسه لما توفى. طيب بشكرك جدا هدي. عن كلمه اخيره بس، اتمنى ان احنا كلنا يعني نقول لكل واحد فقد اهله يعني ربنا يرحمهم ويغفر لهم لجميع امواتنا واموات المسلمين، وربنا دايما يرزقنا الثبات، واحنا محظوظين ان احنا ربنا ابتلانا بهذا الابتلاء علشان يرفعنا درجات، وانما يوفى الصابرون اجرهم. بشكرك جدا استاذه هيدي زميلتنا العزيزه. يعني دكتور حسن. نعم يا فندم. في جزئيه الايمان، التدين في مواجهه الموت، ممكن يبقى هو حائط الصد الرئيسي؟ بالتأكيد طبعا التدين أو الإيمان بيلعب دور كبير جدا في هذه المسألة، لأنه يعني بعض الناس يقول لك ده قضاء الله وقدره، زي ما قالت الأستاذة أنها يعني مؤمنة أنه ده قضاء الله وأنه ده مكتوب بهذا المعنى وأنه لا اعتراض على قضاء الله. بهذا المعنى أنت بتشعر بنوع من الارتياح النفسي أو العزاء يعني بهذه الصورة، يعني فلأنك أنت في الإيمان بتجد قوة كبيرة جدا بتتكئ عليها اللي هي قوة الله. نعم. بهذا المعنى يعني.
طبعا. فدي طبعا بالتأكيد أنها بتلعب دور كبير جدا في ثقافتنا تحديدا يعني. لكن أنا يعني أرجع وأقول لك أنه الحياة أقوى من الموت. نعم. بمعنى أنه الصديقة العزيزة أو الأستاذة الفاضلة هدي بالتأكيد أنها بتمارس حياتها والحياة بتستمر يعني. يعني هي قوية. لا أنا أتذكر أنه كان في دكتورة عراقية مرة قالت لي في يعني من فترة قريبة يعني بتقولي أنت ممكن في العراق ترجع بيتك ما تلقاش البيت نفسه، مش أهلك بس، ما تلقاش البيت ككيان فيزيقي يعني. يعني ممكن تلقى البيت نفسه اختفى. فهو من خلال دراستي للإنسان يعني أنه الإنسان بيقدر يعيش في أسوأ الظروف، يعني هو الكائن اللي عنده المقدرة أنه ممكن يتكيف مع أصعب الظروف وأصعب الأحوال. ودي يعني برغم أن الإنسان احنا قلنا أنه بيمتلك الوعي والوعي يشقيه، لكن هو في نفس الوقت يمتلك هذه الميزة، القدرة على التكيف مع الأوضاع المتغيرة. يعني تلقى واحد غني جدا وفجأة فلس وقاعد في أوضة بالإيجار ومع ذلك بيعيش، يعني مش بينتحر. فنداء الحياة أقوى من الموت نفسه. ده بيتوقف على قدرات الشخص نفسه، يعني يعني جزء منه ألم المعرفة أو الوعي زي ما حضرتك شرحته، وفي جزء تاني خاص بالتكيف يتوقف على قدرة الشخص. هل يمكن ده حينقلنا للدكتورة منال؟ هو كامل بس نقطة حضرتك دي اسمحي لي يعني. يعني هو الثقافة بتلعب دور كبير في هذه المسألة. يعني بمعنى يعني احنا عندنا قابلية للحزن أكتر في ثقافتنا يعني. الثقافة الشرقية. يعني أنا فاكر كنت سافرت أمريكا قعدت 6 شهور فما حسيتش إن حد بيموت يعني. ليه؟ لأن ما فيش الاحتفالية الحزينة بتاعة الموت اللي احنا بتبقى موجودة عندنا. احنا في الأرياف ممكن تلقى بعض العزاءات 3 أيام ومش عارف وخميس وبنقعد 40 يوم بنعمل 40 وسنوية. وفي ناس عندي على الفيس تلاقيه بيتذكر أبوه وأمه مثلا يقول لك الذكرى العاشرة. فانت عايش جوه في ثقافة موت يعني. ربما دي تكون موجودة من يمكن من ايام قدماء المصريين. صحيح. فهي الثقافة بتلعب دور كبير جدا. صحيح. فكرة بقى الثقافة دي دكتورة منال هتاخدنا لتحليلك للحالة بتاعت هدي. هل هي كانت تصنف بأنها من الشخصيات القوية في التعامل مع الأزمات الخاصة بفقد الآخرين، ولا دي شخصية ده الطبيعي للمفترض الناس تتعامل بيه، ولا تحليلك إيه للموقف؟ طيب هدي طبعا الجميلة وإخواتها كمان اللي وصفتهم يعني كل واحد حصل له إيه وكده حسب المفاجأة الشديدة اللي حصلت، هم كلهم هيعتبروا في دماء يعني في حيز الأسى الطبيعي. مفيش حد يعني أظهر أو بان أنه عنده شيء يعني مختلف. أنواع الأسى مثلا بيتكلموا عليها، قال لك مثلا في حاجة اسمها الأسى المزمن. الأسى المزمن هنا ده أنه مش عارف يطلع منه، اللي هو هياخدنا للاكتئاب بعد كده. قال لك ان هما ليه صفتين. الصفة الأولانية لو كان الشخص صاحب شخصية اعتمادية، يعني هو كان معتمد على الشخص. في فرق بين أنا أبقى متعلق به ومعتمد عليه. فلو أنا صاحب شخصية اعتمادية لما هفقد العائل الأساسي أو الوتد اللي أنا كنت معتمد عليه ومش ما أعرفش الدنيا بتعمل فيها إيه، حس إن أنا ضايع. خلاص أيوة طبعا. فيفضل معايا مزمنا، لأن أنا طول ما أنا بمارس حياتي مش عارف أمارس حياتي، لأن الشخص اللي كان بيمارس عني بالإنابة حياتي بقى مش موجود. والحاجة التانية بيسموها بيقالوا عليها يعني سوشيال سبورت. يعني دول الحاجتين الكبار، إن الواحد ده يكون وحيد يعني ما عندوش رفيف اجتماعي إذا كان في شغله أو في أصدقائه أو هو بيعمل شيء اجتماعي وهم شبه بعض خالص. ما هو لو كنت انت معتمد على فرد اجتماعي لما تفقده يبقى فقدت كل الحياة، يبقى انت نفسك شخصيا ما كنتش فرد فاعل في المجتمع اصلا ومش يعني عارف تعمل ده. لو ضربنا النموذج ده وقلت زوجة قاعدة في البيت وكل حياتها هي زوجها، هو اللي بيشتغل هو اللي بيصرف هو اللي محتوي هو الاب وترك لها اطفال ورحل، تمام. هنا ما حقدرش ألومها واقول انها هي ما كانش لها مجتمع وما هي كان لها حياة. لا هي مين قال ان هي شخصية اعتمادية؟ هم مقسمين الادوار ده موضوع، تمام. لكن الشخصية الاعتمادية ده اللي قايم بدور رئيسي في الحياة اختفى. لو هي شخصية اعتمادية مش هتعرف تتصرف لو وهتخش في الـ في الـ في الأسى المزمن. لو هي شخصية غير اعتمادية هتروح واخدة الدور على طول، تاخد دوره على طول وتكمل في الحياة. فهي بالسهولة دي يا دكتورة منال؟
مش بتبسطيها شويه هاخد دور حصحصه؟ لا والله ايوه، وانزل الشغل اللي عمري ما اشتغلت وواجه مجتمع عمري ما خرجت له. لا هتتازم شويه بس مش هيوصلنا للاسى المزمن. عارف يعني ايه اسى مزمن؟ يعني تنصحيها بايه؟ انا بسال حضرتك عشان تنصحي الزوجه اللي فقدت زوجها، البنت اللي فقدت ابوها العائل اللي كان بيحتويها. طيب النصايح اللي اتقالت في الكتاب اللي اسمه ثانتولوجي، يعني علم الموت، اللي هم قرروه مؤخرا يعني في السبعينات تقريبا، ليدرسوه كوريكولوم لكليه الطب في 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 امريكا، مش عندنا يعني. احنا عندنا واضح علم الموت ده من ايام قدماء المصريين فعلا. فقالوا انه عندك حاجتين تعملهم. اولا التذكر الدائم، التذكر الدائم ان الشخص توفى. اللي احنا عمالين بنقول عليه ان احنا عندنا ثقافه الموت، هم دلوقتي كاتبين عليها او في الكتاب بتاعهم يعني كاتبين انه عندما تتذكر انه الشخص توفى ده يحميك من انك تعمل دينايل، تعمل انكار وتعيش مده طويله في الانكار ثم تتوه بعدها وتخش في الاكتئابات بتاعه. هو مات، هو مات. يعني هم بيدعوا نفسهم ان هم يعملوا زينا، ان هم يبقى عندهم خميس ويبقى عندهم خميس تاني وثالث وبعدين الاربعين وبعدين الذكرى. اكيد جوه نفسك انه مش موجود. والمجتمع اللي محيط بيك عشان تحتفلوا جميعا بهذه الذكرى، فيتحول الموضوع الى احتفاليه فعلا. فثقافه الموت بتاعتنا هي ثقافه مبهجه لانها ثقافه حيه، لانها كاننا عايشين تاني. الفراعنه كانوا راجعين تاني بالزبط. احنا بنستعد يعني هو المعنى يعني كانه من الشرق الى الغرب، يعني انتقلنا فقط يعني الى البر الغربي. يعني دينيا احنا راجعين. صحيح. ستبدا الحياه الحقيقيه. صحيح. صحيح. مش الحياه الدنيا ولكن الحياه الابديه، فاحنا بننتقل بالزبط. فكره الوعي ده فتخيل ان ده مكتوب، ان هم دول هم بيقولوا نفسهم يعملوا كده، اللي هو ايه اللي احنا بنعمله، اللي احنا بنعمله. فانا اتصور ان 50% من المكتئبين بعد فقدان العزيز عندهم احنا مش هيصيبنا ده، ما نكملش، مش ممكن نكمل 50% اكتئاب، ده كتير قوي على كتير. فكره بس احنا لا، لانه احنا عاملين المنهج اللي هم اكتشفوه، قال يعني اكتشفوه وبيوصوا بيه. طيب الحاجه الثانيه هي الانكوربرايزيشن بيسموها الجسدنه، يعني انه اذا كان المج ده بتاعه العزيز يبقى انا هشرب فيه كل يوم، اذا كان الالم ده بتاعه يبقى انا هكتب بيه كل يوم. أي. اذا كان السلوك ده بتاعه ان هو كان بيحب يجيبنا وعشان نعمل مش عارفه مين، فانا هعمل كده، اللي هو اخد دوره. مش ضروري اخد دوره كفاحا يعني، وده شكل من الاشكال يعني، لكن ده هي مضطره. انت بتتكلم عن التجسيد هنا. ايوه مظبوط كده. فدي من الحاجات اللي كانها الايه المفتاح السحري، لان هو ما زال تعرف مره قريت بس مش عارف ممكن حد الدكتور بقى يقول لي مين اللي قال كده، انا فاكره الجمله بس لكن مش فاكره مين اللي قالها، حد من الكتاب ما اعرفش، بياكل خص مثلا او حاجه ويقول كان هنا امبراطور شرس يعيش ولكن ياكله الان. يعني الزرعه دي من تراب، التراب ده فيه واحد امبراطور شرس اديني باكله. يعني وهكذا مهما كان هي حقيقه الفناء. فاحنا بنرجع تاني السيركل المقفوله يعني. طيب صحيح. استاذنك احنا معانا التليفونات، يعني ناخد استاذه دنيا دينا من القاهره. اهلا وسهلا. الو. ايوه يا دينا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي. بص حقيقي انا اول مره اتكلم وانا بشكر حضرتك على موضوع الحلقه لانها حقيقي موضوع في منتهى الجمال. اتفضلي يا دينا. بص حضرتك انا ليا اختي الكبيره. نعم. اختي الكبيره ماتت بكورونا. الله يرحمها. وانا مشكلتي ان انا ما عرفتش اشوفها فعلا زي حضرتك ما تقول كده، انا لحد دلوقتي نفسيتي تعبانه بسبب ان انا ما شفتهاش، ما وقفتش على غسلها، ما ودعتهاش اخر وداع. يعني ده اللي مضايقني قوي. وصراحه انا نفسي بس الدكتوره بس تقول لي نعمل ايه مع والدتي، هي والدتها عندها 75 سنه. ايوه. احنا سبع اخوات، خمسه منهم جالهم كورونا. ايوه. واخت بس هي اللي توفت. الله يرحمها. فانت انتوا كلكم متعاملين مع الموقف رغم الالم، لكن والدتكم هي اللي مش قادره تستوعب ده. لا انا والدتي بعد وفاه اختي حسيت انها تجنبت الحياه كلها، مش تجنبتنا احنا، يعني احنا بقينا بنتكلم معاها مش مركزه معانا، مش واعيه زي ما تقول، يعني بقت في حاله نفسيه كده، بقت مجتنبه الناس كلها. مجتنبانا كلنا، قاعده في الاوضه لوحدها، كل ما نكلمها يا ماما في ايه تقول انا بكلم ربنا.
انا بتكلم مع هل بتحاولوا تخبوا الحاجات بتاعت اختك اللي ممكن تشوفها تفكرها بيها حاجات كده ولا ما بتعملوش حاجه من دي؟ هي اختي يعني اختي ساكنه بعيده عن والدتي فاحنا هي ما شافتش، بس طبعا اللي مزعل والدتي انها ست مسنه ما بتتحركش، فهي ما حضرتش جنازه اختي وما شافتهاش. هي لما احنا رحنا احنا رحنا على الدفن على طول، فهي قالت يعني لما اختكم تنزل وهي نازله التربه اتصلوا عليا علشان ادعي لها من عندي، يعني بدعي لها من شقتها من بيتها. ايوه. فلحد دلوقتي والدتي احنا مش عارفين نعمل معاها ايه. طيب. يعني والدتي عندها حاله، يعني انا عن نفسي لما انا ببقى متضايقه قوي كده بقول الله يكون في عون امي اللي فقدت بنتها الكبيره اللي هي كانت قبل منها يا دوبك كانت والدتي مسنه ومريضه قلب رئوي، فكانت عماله توصي اختي دي وتقول لها اقفي على غصبي جمعي اخواتك، فاللي كانت بتوصيها ما كملتش 40 يوم وتوفت. الله يرحمها. لله. الله يرحمها. طيب يا دينا خلينا نكمل بس معانا من الزقازيق استاذ اسماعيل. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. حضرتك انا بحييك جدا على الحلقه الليله، يعني صراحه حلقه حلوه يعني. ربنا يخليك يا فندم. انا والدي جالنا كورونا احنا الاثنين، يعني بس بينا وبين بعض حوالي كان في اسبوع. تمام. بس بصراحة هو كان حالته سيئة طبعا لانه كبير في السن، يعني انا اساسا عندي 25 سنة، فبالنسبة للكورونا والحاجات دي يعني لسه شاب، يعني عندي مناعة، لكن هو عنده يعني زي 62 سنة 63 سنة، فكانت الكورونا بالنسبة له حاجة صعبة، فتوفى هو. ربنا يرحمه. توفى. طبعا هو لما توفى ما حدش يقول لي، يعني انا كنت انا يعني انا الصغير في اخواتي طبعا يعني ايه زي ما بقولوا كده دلوعه العيله يعني. خبوا عليك. فهم خبوا حاجه زي كده عليا، فهم حتى يومها لو قالوا لي ان والدي توفى. انت كنت عايش معاهم في نفس البلد؟ انا عايش معاه في البيت، يعتبر يعني انا بقول لك الصغير فيهم يعتبر برضه اللي قاعد معاه في البيت على طول يعني. ايوه. انا طبعا ليا ثلاث اولاد اخواتي كبار اكثر مني، فكل واحد شغال فيهم في مكان وانا ايه شغلي قريب من البيت فبروح وباجي على البيت يعني على طول، فايه بالتالي انا وهو يعني زي اصحاب يعني مش اب وابنه. فلما قالوا هم خبوا عليا طبعا حاله الوفاه لمده حوالي شهر ونص. طب ازاي مش انت بترجع البيت وعايش معاه؟ ما برجعش، انا عندي كورونا، انا محجوز. انت كنت محجوز المده دي؟ انا محجوز في المستشفى عندي كورونا. ولما احنا الاثنين جالنا كورونا، بس هو حالته بقول لك اتطورت وبقت صعبه ومات. الله يرحمه. وانت معزول في المستشفى وانت ما عرفتش غير لما رجعت من المستشفى. لا ما عرفتش لما رجعت من المستشفى، دي كانت صدمه صعبه كبيره جدا، يعني هم لو قالوا لي يومها كان هتبقى صدمه قليله شويه، لكن بصراحة صدمتها كانت صعبة جدا. أنا عشت حوالي أربع شهور لا بكلم حد ولا باكل ولا بشرب ولا أي حاجة من الحياة دي، أنا يعني طلعت منها تماما ما فيش. وقدرت تتجاوز ده الحمد لله دلوقتي؟ أنا الحمد لله أنا رحت لطبيب نفساني على فكرة، يعني برضو رحت لطبيب نفساني. بس يعني مع احترامي للدكتورة طبعا الطبيب ما عملش معايا نتيجة ولا بنسبة 1%. طيب. يعني الحمد لله اتجوزت ده بدات اقعد مع نفسي، طب هو ده حال الدنيا كده كده كله هيموت، يعني ايه لازم الكل لازم كل شيء يمشي في الاول وفي الاخر كلنا هنموت، ده شيء يعني مفروغ منه. يعني انت اقنعت نفسك بنفسك لحد ما هديت. عالجت نفسك بنفسك. انا اقنعت نفسي بنفسي ان احنا كده كده ميتين. طيب خلينا هنسمع الدكتوره منال ماذا لو فشل شخص في انه يعالج نفسه وراح لدكتور نفساني يعمل ايه؟ وتعليق ايه على الحكايتين دول التعامل معاهم؟ فكره ان احنا نخبي كمان على على ان ده توفى. يعني هو ده يعني ده في عندي تعليق هنا وتعليق هنا، تعليق بتاع الاستاذ محمد انه خبوا عليه، فعلا بقى دي يعني ما لازم يخبوا عليه. لا ده عنده كورونا في العزل، يعني مناعته هتضعف. يعني اقول له ازاي اجازف بيه ازاي؟ احنا بنقول له طب هو حصل له ريلابس على فكره، هو كان ممكن يتجاوز الوقت اللي هو قاعد فيه ولا بياكل ولا بيشرب الاربع شهور. لان انت عارف يعني
تخيلك ان انت على رأس الحدث، او انك حزين الآن وهو مش موجود الآن، وانت واعي ان هما بيعملوا ايه بره، او عملتوا له ايه وخليتوا له ايه، فهنا بس زيي هما وماله يعني. متخيله انا جهاز يعني المناعه بتاعي متصاب مضروب، ويدخلوا عليا يقولوا ابوك مات، فجهاز المناعه بتاعي لما خرج وهو كان لسه بس ملصم، بس كان كانت الكورونا لا راحت. ودخل في اكتئاب الخطر اكتر من لا حقيقي، ده الموصوف الحقيقي يعني موصوف جدا حتى للاطفال، لانه انت عارف يعني في كلمه كده فنانه دلال عبد العزيز ده كان يعني يقولوا دلال عبد العزيز فعلا ان سمير لو هنتكلم زي ما الكتاب بيقول ست حالتها سيئه جدا وعندها تليف في الرئه انا مصدقه في كده يعني الكتاب بيقول كده، بس مش علشان منى عمر، الكتاب بيقول كده وانا مصدقه في ده على فكره، لانه المفاجاه الثانيه انك لما بتعرف ريترو يعني بالاخير يعني انه ده بقاله شهر مثلا، بقاله اسبوع، بقاله كذا، هنا بتبقى الحكايه في كلمه في لفظ كده مستخدمينه في الكتاب اسمه بيشعر بالبتريل، بالخيانه. صح. يعني خيانه الموقف، ان هو ما كانش في الموقف، يا كانه مش موجود يعني انتزع من المشهد. صحيح. هو كده كده هيحزن، وكده كده هيبكي، وكده كده بس لما احزن وانا واقف على رجلي غير وانا عندي البتاع اللي انا مش فاهمه اللي اسمه كورونا ده قاعد يكسر في جهاز المناعه. ده التخيل، ده التخيل بتاعنا على فكره، ولكن الابحاث بتقول غير كده. انا موافقاكي جدا على الاطفال. يعني الطفل اللي انت عارف الطفل اللي بيجي مخبيين عليه انه والده مثلا توفى، طفل صغير لما بيعرف انه وكان سامع او حاسس او سامع، وبعدين لما بيعرف انه كل اللي كان حاسس بيه كان هو ده الصح، وان كل يعني كل الاحوال دي خدعته، هو بيخش في مشكله. يعني انا ما بشوفش غير الاطفال اللي خبوا عليهم، فبعد فتره يجيبوا العياده. انت متفق مع الدكتوره منال؟ يعني انا وجهه نظري انه ممكن يتم ابلاغه بشكل متدرج، ان حالته بتسوء، يعني انه يبقى بابا تعبان قوي. انا ما بتكلمش يعني عن طريقه نتخلى عن فكره المفاجاه دي، لان طبعا المفاجاه صعبه جدا يعني وماله يعني في اي لحظه يعني نقولها بالتدريج. لكن اصل اقول نقولها يعني ما يطلعش متفاجئ، لانه المفاجاه حصلت هيطلع يتفاجئ ان دي حاجه كان مهما خبينا هيعرف هي كان الحادثه امتى حصل. كورونا يا جماعه يقول لنا كورونا دي بتعمل ايه في المناعه، والحزن بيعمل ايه في المناعه اكتر. هو انا اقدر اقول ربما يبقى عندي امل ان هرجع اقابل حبيبي وهخرج له، غير لما مفيش امل فاستسلم انا. ايوه كمان. وفجاه لا، ما هي يا خيري المسافه اللي طيب ماشي يعني الانهاك الصدمه الكبيره اللي انت هتعملها لي، انت عارف هنا هيبقى في جلت وفي بتريال. يعني انا عشت ليه؟ طب انا عشت علشان اشوفه، وبعدين في الاخر طلع مات. انت عارف الهزق اللي هدى اللي هتحصل يعني هتكون مش قليله، اصعب بكتير من الموقف حقيقي. انا شو انا يا امارست ده، انا بقول لك الاطفال اللي بيجوا حزنانين على انه ما خدوهمش مثلا، ما قالوا لهمش ان جدهم متوفى، ما خدوهمش لحد هناك عشان ما يشوفوش ده لحسن بعدين يتعبوا، وهكذا. يعني هم الناس بتبقى بعد حمايه، وتاري كل الحمايات دي هي مش يعني. طب دينا دينا بالنسبه لوالده دينا اللي عندها 75 سنه وفي حاله من انا اتصور ان والده دينا مش في اكتئاب ولا حاجه. الكبار السن لما بيخشوا في الاسى بيبقى ليهم شكل، الشكل بتاعهم مش انهم ولا يعني بيبكوا ولا كده، لا بيبقى انتباههم للحياه او الايه الوظائف المعرفيه بتاعتهم عماله تتراجع كده. فهي ساكته وفي حاله، لان وظائفها التنفيذيه للمخ يعني عملنا ايه الصبح وهنعمل ايه دلوقتي وبعد شويه وكده، عماله بتتراجع، وهي بتقول لهم انا بكلم ربنا. طيب فاللي فاضل ان هم ينبهوها في ان هي يقولوا لها النهارده بيحصل كذا، بكره بيحصل كذا، تعملي ايه ده ازاي، يعني تنشيط الذهن يعني للوعي. ويا سلام لو هيكلموها على بنتها. يعني احنا بنتصور ان احنا لو تحاشينا الكلام على الشخص اللي فقدناه يبقى احنا كده بنريحه مثلا، او كانه هينسى، هو عمره ما هينسى. انت كده حتى مش بتعيد احياء زي ما قلنا، يعني ده الريكومنديشن او دي التوصيات، عيد احياء ذكرى الشخص بوضوح تكرارا. مثلا لما هتكلم على بنتها اول مره وتبكي بكاء مرير، كمان اسبوع من كتر ما بنتكلم البكاء هيقل، كمان شهر هتتكلم بالعقل مش بالوجدان. فالوجدان يهدى،
والعقل هو اللي بيحكي الحكايه. إذن الموضوع الكتاب زي ما الكتاب بيقول الموضوع تدريجي كده. انا يمكن قلت للدكتور منال ان انا متفقه جدا في حالات الفقد الطبيعيه الوفاه الطبيعيه انك تخبي على الشخص اللي فقد حد ده شيء صعب جدا. لا انا بتكلم على الكورونا. لا بس انا عشتها تجربه عاديه لاني ما كنتش موجوده في البلد واخويا الله يرحمه توفى ما حدش قال لي. جيت فجاه فوجئت بالخبر فاصبح بالنسبه لي صدمه لا تغتفر يعني. وكانت فعلا فكره الحيانه من اصعب الاحيان يعني. ما زلت متحفظ على الصدمه بتاعه الكورونا. طيب كده دكتور حسن وبعدين حسيبك تختمي مع الدكتور. اوكي ده. ماذا تقول للناس ونحن جميعا مشاهدون كلنا ولا بطل في الحياه في مواجهه كورونا؟ ايه الرؤيه الفلسفيه البسيطه الانسانيه التي يمكن ان احنا ندعو الناس اتصالحوا مع الموت صاحبوه واهلا وسهلا. هو فكرة إن الإيمان بأنه الموت واقعة يعني أو شيء طبيعي يعني زي ما قلت في بداية كلامي مع حضرتك ومع الأساتذة إنه الموت ده شيء طبيعي جدا إنه كل الكائنات بتموت لا أحد يخلد. لا وإحنا يعني بنموت. وإحنا مش بنموت محتاجة يعني. دليل يعني. والفكرة بقى إنك أنت لابد وإن أنت يعني تجد معنى يعني في أي معنى يعني يربطك للحياة. بالحياة. طبعا. وبيحضرني في كان في احد الاطباء اسمه فرانكل كان يعني اتسجن في معسكرات النازيه هتلر. أيوة. فشاف كل انواع المعاناه لدرجه انه هو داخل المعسكر حلقوا له كل جسمه كده يعني علشان وبقى عريان كما ولدته امه يعني. ومع ذلك كان بيقعد يتخيل او يتذكر اللحظات الحلوه اللي كان عايشها مع مراته ومع اسرته يعني كان بيستخدم الخيال الاستدعاء عايش حياة في غاية البؤس يعني. نعم. أصعب ما تكون يعني وإذلال ومهانة لا مثيل لهما يعني. ومع ذلك كان دائما ما يتذكر اللحظات الحلوة التي مرت في حياته ويبتدي يعيش جواها يعني. فأنت أحيانا لا نستدعي الألم. فأحيانا أنت يعني ممكن الخيال يعني ليه دور كبير في المسألة دي. وأنا من وجهة نظري مقاومة الذكرى يعني. يعني فكرة أن أنا أرجع بصفة مستمرة للذكرى أنا أخلي الذكرى دي جزء طبيعي من الحياة يعني. بمعنى لا أصنع منها أقنوما أو شيئا مقدسا لا خليها عادية جدا يعني. يعني اللبس بتاع المرحوم ده أو الأماكن اللي كان بيقعد فيها أو مش عارف إيه لا أنا أشوفها كل يوم بحيث يبقى تفقد عندي هذه الهالة ما تبقاش وجع تبقى ما تبقاش موجعة تبقى عادية جدا يعني زيها زي أي حاجة. صحيح. أنا بتعجبني يعني الله يرحمها بقى الفنانة الجميلة صباح لما ماتت قالت زفوني كأني عروسة. أيوة. وعملوا لي احتفال كبير جدا وكأن في يعني مناسبة كرنفالية يعني هي تقبلت الفكرة يعني دي فكرة يعني أنا أعجبت جدا بها برغم طبعا بعض السفهاء اللي انتقدوا هذه المسألة لكن أنا من وجهة نظري أنه هذه السيدة كانت عظيمة جدا لدرجة أنها أرادت أن تصنع من هذه اللحظة الكريهة في حياة البشرية كلها عيدا وفرحا وشيئا جميلا. فأتمنى أنه حتى مقاسينا يعني نحاول أن احنا نصنع منها هذا الإحساس يعني وأنه برغم كل شيء وبرغم سوداوية هذا الموقف اللي احنا بنعيشه لكن لابد أن يأتي يوم من الأيام سوف ينتهي كورونا هذا ده كلنا عمر يعني ونقول فيلسوف ونقعد بقى ونقعد نقول أنه ونقعد سيمضي. نقول أنه كان في يوم من الأيام وخلص الحمد لله وخلص والحمد لله. اوكي دكتوره منال دلوقتي احسن يعني. دكتوره منال احنا وقتنا خلص خلاص لكن يعني اذا عندك كلمه اخيره تحبي تقوليها واحنا بنختم البرنامج اتفضلي. خاصه الاطفال. معلش وماله الاطفال في مواجهه الفقد نقول لهم ازاي بس طب هرجع تاني للي مش عاجبك ان احنا لازم 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 نقول لهم المهم ان نلاقي طريقه نقول لهم بيها تكون يعني على قد سنه. الطفل كده كده هياخد الحزن بتاعه باشكاله فمثلا حد اقل من سنتين ممكن تلاقيه قليل تحول الى قليل الكلام وماله
يعني ما تضغطش عليه. واحد مثلا في سن 5 سنين وهكذا، هبص تلاقي انه اكله تراجع، نومه تراجع، حتى الحاجات اللي بيعرف يعملها بتتراجع. وماله، ما تقلقش، يعني ده برضو بريف او هتعدي. حتى في السن الاكبر من كده شويه، انه هيبقى عصبي شويه، بيتلكك على اي حاجه، بيعيط على اي حاجه وهكذا، برضو هتعدي. تاني انه احنا بنتكلم معاه، وبنتكلم على الشخص اللي هو يعني حبيب قلبه ده اللي بعد، وكل ما بنتكلم عليه كأنه هذا الحبيب راجع تاني بقى قريب، لانه احنا قعدنا نتكلم عليه، فهو قريب بقى معنا دلوقتي اهو. وده يكفي، لانه في الثيرابي هو ده اللي بنعمله بالظبط، يعني احساسه بالفقد ليه ان هو موجود، ما زال موجود ابن كثيره. يعني اعتقد النهارده كانت بس بدايه وفتح لان احنا ازاي ممكن نعالج بعض، وكلنا نفترض ان دي مش من الموضوعات اللي ممكن تقلقنا ابدا، دي موضوعات ممكن تخلي الحياه قابله للاستمرار. احنا بنشكر ضيوفنا جدا اللي شاركونا في مناقشتنا النهارده، الاستاذ الدكتور حسن حماد استاذ الفلسفه وعلم الجمال بجامعه الزقازيق، كل الشكر. وكمان الدكتورة منال عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، كل الشكر. وحشتنا إطلالتك، نورتينا. الله يخليك، انت بشكرك جدا. خلصت حلقتنا النهاردة، حديث القاهرة كان معاكو على مدار أكثر من ساعتين، لكن بكرة إن شاء الله نتقابل. حديث القاهرة لا ينتهي، والقاهرة مدينة الأحلام، مدينة التحدي، مدينة الحياة. وطول ما القاهرة منورة، هي منورة بناسها بأهلها. لازم نحب الحياة ولازم نعيش، والموت زي ما هو سنة الحياة، الحياة سنة أيضا يجب أن نعيشها. مصر بخير طول ما انتم بخير، تصبحوا على خير.